تقدم وزارة الكهرباء والماء 27 خدمة إلكترونية، منها خدمة إيصال التيار الكهربائي التي تتوزع بين 6 خدمات، والتي فعلتها الوزارة مع بروز جائحة كوفيد-19، حيث تم إنجاز 1640 معاملة لإيصال التيار الكهربائي ل 570 قسيمة. خدمة إعادة التيار الكهربائي، هذه الخدمة أطلقت أثناء فترة الجائحة وما زالت إن شاء الله تعمل. خدمة إعادة التيار هي يعني باختصار تخص العملاء الذين تم انقطاع خدمة التيار الكهربائي عنهم مؤقتا، فمما لا يضطر العميل مراجعة الوزارة أو أي مكتب، أونلاين يقدر يقدم المعاملة على الموقع الإلكتروني ويكون مستوفي الشروط، وإن شاء الله خلال أيام وفي بعض الأحيان خلال ساعات يتم إرجاع التيار الكهربائي عنده استكمال الإجراءات. بالمرحلة المقبلة الوزارة قاعد تربط، يعني تبي تربط الشبكة، محتويات الشبكة راح نربطها معانا على أساس أن احنا لما نوصل الخدمة للعميل كذلك نراقب هذه الخدمة واستمرارية وجودة هذه الخدمة. خدمة إيصال المياه بخدماتها الثلاثة استخدمها المستهلكون إلى جانب خدمة إيصال التيار لإنجاز ما يقارب 380 معاملة خلال هذه الفترة. أيضا عندنا ثلاث خدمات، إيصال المياه يسمونه إيصال ارتباط جديد، في عندنا نقل المياه، وفي عندنا تعديل ارتباط. هذه الخدمات اللي متوفرة عندنا في على الموقع الإلكتروني في وزارة الكهرباء. بالنسبة للمستندات المطلوبة، احنا نطلب في خدمة التوصيل الجديد البطاقة المدنية، صورة من البطاقة المدنية، صورة من عقد التخصيص أو وثيقة البيت، وبراءة ذمة عامة تكون مخدومة بثلاث أختام. بالنسبة لمعاملة النقل والتعديل نكتفي احنا في البطاقة المدنية ووثيقة البيت. وزارة الكهرباء والماء من خلال هذه الخدمات وفرت الوقت على المستهلك وأغنته عن الحضور شخصيا إلى الوزارة لإتمام معاملاته، وهي مستمرة في تفعيل المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المستهلك في المرحلة المقبلة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.